صباح الهنا. صباح الفل. صباح الفل. سعداء جدا، وانا على المستوى الشخصي حقيقي المشهد يعني بجد ليه كل الاحترام، والكواليس اللي يمكن ناس كتيره مش عارفه قد ايه بيبقى فيه تعب وقد ايه بيبقى فيه ضغوطات وتحديات عشان في الاخر توصلوا للليفل وللمستوى اللي انتوا بجد من وراه بتسعدوا ملايين المصريين. كابتن احمد، قبل اي حاجه انا عارفه ان حضرتك كمان على المستوى الاخر والعملي حضرتك دكتور. فخلينا نبدا من هنا، خلينا نعرف برضو ونعرف الناس ابطالنا في الصوره الثانيه او على الوجه الاخر مين. تمام. هو انا احمد المحص، مدرس اللغه بكليه الاداب جامعه دمنهور، عضو المجلس الاستشاري لمحافظه البحيره، ورئيس مجلس اداره النادي المتحدي للاعاقه، ومستشار رئيس جامعه دمنهور لشؤون الطلاب ذوي الاعاقه بجامعه دمنهور. يا حضرتك دكتور وتدرس. رائع. عايز. جدا. طيب عايزه ابدا مع حضرتك برضو، ابتديت في تنس الطاوله من كام سنه، والتطوير اللي حصل بقى لغايه لما بقيت دلوقتي كابتن منتخب مصر لتنس الطاوله. طبعا رحلتي مع تنس الطاوله بدات من اكتر من 20 سنه، هي معشوقتي يعني طبعا، ومن ضمن الحاجات اللي بحبها وبحب اعملها، ومن ضمن الحاجات اللي بثبت من خلالها ان الاعاقه مش نقص. صحيح. الاعاقه جزء من التنوع البشري، يعني دي فلسفة قانون 10. حلوة حلوة الجملة دي قوي. جزء من التنوع البشري. بالضبط. أنا مختلف ولكني مش ناقصني حاجة. فأنا بثبت من خلالها أنا أقدر أعمل حاجات كتيرة جدا الكثير من الأصحاء ما يقدروش يعملوا. صحيح. الحمد لله على المستوى المحلي، على المستوى الأفريقي، على المستوى الدولي بنعمل إنجازات كبيرة جدا يمكن غيرنا من الأصحاء ما بيقدرش يعمل. ف يعني التنس الطاولة بالنسبة لي وبالنسبة لجميع الزملاء يعني من ضمن الحاجات اللي بنحبها جدا وبنعشقها وبنلعبها بشكل كويس جدا. كل التوفيق وكل الدعم، اكيد لازم تبقوا عارفين ان هو معاكم وانتم مسافرين، بس الباقي بقى بتاعكم ان شاء الله. إن باذن الله خير. شكرا لك كابتن احمد. العفو، ربنا يبارك فيك. كمان نرحب بكابتن خالد عبد السلام، لاعب منتخب مصر لكره تنس الطاوله وايضا بطل افريقيا. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل واهلا بكم في معسكر منتخب مصر. بدايتك مع تنس الطاوله كانت امتى؟ لا، بدايتي اصلا دي من فتره كبيره جدا جدا اصلا. اول اصلا كنت ساوي عادي، سليم عادي، وحصلت لي اصابه من فتره من 25 سنه الكلام ده، وبعدين رحت عامل علاج طبيعي في نفس المكان اللي بعمل فيه طبيعي، كان في نادي جنبينا يعني. فاتجهت للنادي واتمرنت تنس طاوله، واخذت على عاتقي ان انا لازم ليا حاجه في المجتمع والكلام ده يعني. يعني ده كان قرار حضرتك انك تروح وتشوف ايه ممكن يبقى في مجال يعني تكمل بيه المشوار، خلينا نقول، لان الحياه فعلا ما بتوقفش. انا لعبت اكتر من رياضه عشان اكمل بيها علاج طبيعي ليا انا شخصيا. لعبت اصلا رفع اثقال، ولعبت كذا كذا، ولعبت ده بعد الاصابه. بعد الاصابه دي كلها اصلا، ولعبت العاب قوه، ولعبت سباحه، فاللي استهوتني لعبه تنس الطاوله، حبيتها عشان كنت بلعبها قبل الحصابه، كنت بلعبها في الشارع عادي كده يعني، فاستهوتني فيها فقعدت استمرت فيها على طول بقى، استمرت فيها على طول. ومن ساعتها النجاحات ومن ايه ساعتها الحمد مستمرة. لله الحمد لله مستمرة. رائع جدا. طيب كابتن خالد، يعني لسه حضرتك حاصل كمان على بطولة افريقيا، فخلينا نتكلم بس يعني او نقف شوية عندها، وبعد كده نتكلم طبعا عن استعدادات باريس. اتفضل. احنا اصلا خدت اول ذهبية افريقيا اصلا اكتر من مرة قبل كده، واول بطولة خدتها في بطولة الشرق الاوسط برونز في سنة 2004، وبعد كده الحمد لله تتوالت الاتصال الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات اخواتي واحبابي وزمايلي والكلام ده. اخذت تاهلت بطوله العالم مرتين، اخذت في مره ثاني فرق، وثالث ومره اللي اخذت فيها خامس اللي هي من 2022، وربنا كرمنا اصلا بطوله افريقيا في 2023 ديت. كانت بطوله صعبه جدا جدا، وفات فيها منافسين جامدين جدا جدا يعني، فربنا كرمته في النهائي وحصلت على خدت المركز الاول في البطوله. املنا كبيره عليكم. ومسؤوليه طبعا ضخمه كابتن خالد، بالتوفيق ليكم يا رب، واكيد دعوات يعني ملايين المصريين. دعواتكم كده معانا، ربنا يكرمنا ان شاء الله كده ونعمل حاجه في الاولمبيات ان شاء الله. اشكرك جدا. اشكرك جدا جدا كده، واشكرك النادي الاهلي قناه النادي الاهلي. شكرا. العنصر النسائي كمان في الرياضة مؤخرا يعني عامل
شغل محترم جدا على الأرض. خليني أعرف حضراتكم عن البطلة المصرية كابتن أمنية أو فوزية الشامي، بطلة أفريقيا ومنتخب مصر لتنس الطاولة. الاسم الحقيقي فوزية واسم الشهرة أمنية. بالظبط. صباح الهنا عليكي. صباح الجمال. بصي بقى، يعني احنا متابعينك وعرضنا تحديدا في 10 الصبح في الاهلي، احنا مهتمين جدا بهذا الملف، عرضنا كتير من الكواليس والبطولات. اخر بطوله كانت بطوله افريقيا، كلمينا عنها بدايه، وكمان عايز اعرف ونعرف الساده دلوقتي المشاهدين بدايه كابتن فوزيه مع تنس الطاوله ابتدت ازاي. اولا بطوله افريقيا كانت حلم كبير، بدا في نادي المحاربين مع كابتن خالد عبد السلام. في البداية كنت شايفة أنه الموضوع صعب وبعيد عليا، كان بصراحة كان دايما بيديني دافع أن أنا أكمل، خاصة أنا كنت بتعرض دايما أن أنا بعمل عمليات كتير. فمع الوقت بقى الحلم بيكبر، خلاني بنسى أن أنا أصلا تعبانة، ببقى عايزة أقوم بسرعة أن أنا أكمل تمريني. فالحمد لله يعني الهدف بقى بيكبر وبقيت بتمرن أكتر، و طبعا هنا في المنتخب المعسكرات بتديني دافع ان انا ابقى احسن، لحد ما وصلنا لبطوله افريقيا. كانت المنافسات قويه بس الحمد لله كنا قدها. كل التوفيق ليكم وفخورين بيكم، لازم تبقوا عارفين ده، وربنا ان شاء الله يوفقكم وترجعوا لنا بميداليات اكبر كمان من الاولمبيات اللي فاتت. ميرسي لحضرتك، ربنا يعزك. شكرا. شكرا. عنصر نسائي آخر بطل، خلينا نتعرف على كابتن هناء إبراهيم، لاعب وكابتن منتخب مصر لتنس الطاولة. صباح الهناء. صباح الخير. أنا سعيدة جدا وتحديدا لما بستضيف يعني عنصر نسائي عامل فارق كبير ومشرف اسم بلده وفي محافل دولية كبيرة، وانت تأهلتي كابتن هناء كمان بشكل رسمي خلاص لباريس 2024. قبل ما نخش في تفاصيل بقى البطولات، عايزة برضو أعرف السادة المشاهدين دلوقتي مين كابتن هناء، ابتدت إمتى وطموحاتها بقى وهتحقق لنا إيه في 2024 باريس؟ أنا كنت بلعب تنس طاولة في نادي إمبابة، مدربي كابتن علي نصر وبعد كده كابتن هشام فاضل. كان عندك كام سنة؟ لا ما كنتش فاكرة السن، بس أنا كنت يعني كنت صغيرة جدا. كنت صغيرة. فأول منتخب أول بطولة سافرت فيها كانت الأردن. والحمد لله ربنا كرمني وبقيت أسافر، والحمد لله بقيت أعمل ميداليات وبقيت أشوف نفسي، والحمد لله ربنا كرمني وتأهلت لطوكيو. بس كل التوفيق ليك وكابتن هناء، وفخورين بيكم. ربنا يخليكي. شكرا. تسلم. شكرا جدا.